حلاوة الحياة. فإما أن تخرجوا لحالكم أو تخرجكم بكم. تشوفوا وين وصلنا اليوم؟ أعطينا الصور اللي عندك يا معلم، خلينا نشوف، خلينا نشوف وين وصلنا اليوم. شفتوا ياسر القديم؟ هذا ياسر الجديد، هذا ياسر الجديد. هذه السيارة البنتلي، هذه المكلارن، اللي رقم الرقم اللي على السيارة، الرقم اللي على السيارة هو ثمن السيارة. عارفين ليش تدعي السيارة؟ لأني عشق منيت. I believe I can fly. أبوها تفتح. I can fly. أنا أقدر إني أطير. هذا ياسر الجديد، هذا ياسر اللي كسر الخوف، هذا ياسر اللي كسر كل شيء من تحديات توقف أمامه، هذا ياسر اللي ما خلى أي تحديات بالعالم يتوقفه علشان ينجح، وعلشان يتوقف ينجح، وعشان أولاده يكبروا وينجحوا، لأنه كلنا لازم نوصل ماكس أوت. هذه البنتلي عشيقتي، هذه معشوقتي البنتلي، هذه حبيبتي، هذه بنتلي بي بي جي تي كونتيننتال بي 12. وعارفين من هذا الشخص؟ هذا الشخص كاتب كتاب المليونير الحوري، جبناه على مؤتمر والتقينا فيه وجلسنا معه وقلنا كيف يفكر وكيف طريقة تفكيره. هون الفرق، حتى كاتب الكتاب نفسه جبناه. وهذا أنا وأبناني بيبي مهند الله يحميه، لما أخذنا جزات سفر الدومينيكا وعزمونا على عيد استقلال الدومينيكا وطلعنا إحنا الاثنين. هذا إحنا موجودين اليوم أمامكم، هذه الإنجازات، وهذا كل اللي سويناه لسبب واحد فقط. أحكوني معي دقيقتين آسف، لسبب واحد فقط، سبب واحد فقط، إنه كسرنا الخوف وطلعنا من رحم الموت إلى حلاوة الحياة. علمونا في المدارس غلط، علمونا في الجامعات غلط، فدرس عشان تشتغل تكون موظف محترم. أنا لم أخلق لأدفع الفواتير وأموت، أنا خلقت لأعمل فيه. لم أخلق لأدفع الفواتير وأموت، لقد خلقت لأعمل فيه. وكلمة واحدة أبدأ فيها الحديث من 17 سنة وأنهي فيها الحديث بعد إن شاء الله 100 سنة إلى آخر يوم في عمري، وأقولها: كون مجنون، لأنك إذا كنت عاقل اذهب إلى خلف مكتب واشتري هناك. كلمة واحدة، إياك بدك حد يسوق أحلامك، ودائما دائما كون مجنون، لأنه مليونير مجنون أفضل من مليون عاقل مفلس.